وينضم إلينا من بون عبر سكايب سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب. سيد محمد، عندما تتحدث المستشارة الألمانية ولأول مرة بهذا الوضوح عن دور في ليبيا وهذا الحديث أمام البرلمان الألماني، فنتوقع أن هناك تطور ما قد حدث، ما هو؟ التهديدات التي تحصل في دول أوروبا تعتبر موضوع بوابة ليبيا، ربما هي واحدة من البوابات التي تهدد أمن أوروبا، ليس إيطاليا فقط ولكن أيضا دول أوروبا مجتمعة. ولذلك التطورات التي تشهدها ليبيا ممكن أن تتسع ليس فقط في داخل ليبيا وغرب أفريقيا، ولكن بالتأكيد لها تداعيات وانعكاسات على أمن ألمانيا. إضافة إلى ذلك كانت هنالك بوابة أخرى أيضا على البوابة التركية. ما تريده أنجيلا ميركل أجد أنه إشارة إلى الدول أيضا التي تلعب دورا في هذه الفوضى داخل ليبيا، وأجد أنها إشارة مباشرة إلى تركيا، كون أنه تركيا كانت قد قامت بأعمال نقل أموال ونقل مقاتلين أيضا إلى الداخل الليبي، وهذا يعتبر رسالة تحذيرية إلى أنقرة وربما إلى الأطراف الأخرى الفاعلة في المشهد الليبي. طيب، وهنا كيف نتوقع طبيعة وحدود هذا الدور الألماني؟ يعني هل سيكون تدخل عسكري أم تدخل سياسي لعب دور وسيط مثلا في المرحلة المقبلة؟ الدور الألماني معروف هو الوجود العسكري في دول النزاع والعمل اللوجستي، ما تراه في ألمانيا هو الدور الدبلوماسي وليس البصير. هي تريد أن تلعب دورا دبلوماسيا بتعزيز المسارات السياسية في المناطق التي تشهد النزاعات، ومن ضمنها ليبيا. هي تدعم الحل السياسي وتدعم المسار الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن في إيجاد حل سياسي في ليبيا. للأسف أنا أجد شخصيا أنه دول أوروبا أصبحت عاجزة أمام ما يجري في ليبيا، وهنالك ربما تجاهل وعدم اهتمام في الموقف الليبي بسبب أيضا التناقضات في المواقف الأوروبية وبسبب المنافع والمصالح الشخصية، وهذا في تقديري أن الوضع في ليبيا سوف يكون صعب جدا. شكرا جزيلا لانضمامك معنا، كنت معنا عبر سكايب من بون سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب.